بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي على قناة مستر أستاذ لشرح وتفصيل غاية المنزلية. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع حل وشرح مجموعة من التدريبات اللي جايبها الترجمة عندك لعام 2021 على الوحدة الخامسة الدرس الأول والثاني لانجوج اكسرسايز اللي هي تدريبات القاعدة، وإحنا حاطين لك الرابط بتاع القاعدة بتاعتنا الفيديو بتاعها إن شاء الله عشان تشوفه على القناة بتاعتنا وتبدأ تحل معانا إن شاء الله بسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ الجملة الأولى على صفحة 273. The film got off to start at 8:30 but it didn't begin on time. الجملة بتقول لك إن الفيلم كان كذا إن هو يبدأ الساعة 8:30 ولكنه لم يبدأ في ميعاد. طيب ناخد لها سين ولا منت ولا وسط بوزد ولا وونتد؟ هناخد وسط بوزد. طب ليه مستر لوسي خدت وسط بوزد وما خدتش إجابة تاني؟ لأن وسط بوزد اللي هي صياغة supposed في الماضي تشير إلى شيء كان من المفترض أن يحدث في الماضي ولكنه لم يحدث. تمام؟ لما أقول was supposed كذا أو were supposed كذا، طبعا حسب الفعل، حسب الاسم اللي انت بادئ بيه الجملة أو الفعل، ماشي خلاص. هنا هو أنا بشير إلى شيء كان من المفترض أن يحدث في الماضي ولكنه لم يحدث، وده اللي خلانا خدنا was supposed وما فيش أي إجابة غيرها تنفع، ما فيش اي اجابه غيرها من الموجودين قدامك تنفع. روح للجمله رقم 2. There were some problems at first. كان هناك بعض المشكلات في البدايه. But they appear to have been solved. كذا يعني تم حلها المشكلات دي، يعني تم حلها. طيب يا ترى meant تمام ولا seem ولا supposed ولا will be؟ انا هاخد seem خلاص. طب يا مستر ويسري ليه خدت seem وما خدتش اي واحده تاني؟ اقول لك انا، لان سيم هي الوحيده في الاختيارين اللي موجودين اللي هم منت وسبوزت اللي ينفع تيجي وما يكونش قبلها فيرب تو بي. خلاص منت لازم كان يجي قبلها فيرب تو بي، سبوزت كان لازم يجي قبلها فيرب تو بي. تمام كده ماشي. يبقى الاختيارين دول اللي هم منت وسبوزت وقعوا مني لاني مش جاي معاهم فيرب تو بي. يبقى دي تمام كده، انا استريحت من الاثنين دول خلاص كده. طيب ليه ما خدتش ويل بي سبوزد؟ لان ويل بي سبوزد دي شكلها في ايه؟ زمن ايه؟ المستقبل صح؟ تمام. وانا بتكلم في فكره ايه؟ في فكره ان ده شيء كان في الماضي، كان في بعض المشكلات في البدايه ولكنها ايه؟ حلت. وهيكون خطا جدا ان انا اجيب صياغه فيها مستقبل مبني للمجهول اللي هي ويل بي اهي خلاص كده، واروح اجيب وراها صياغه فيها لسه تو هاف بين سولد اللي هو مضارع تام مبني للمجهول. ايه اللخبطه دي؟ كام زمني ورا بعض يا راجل؟ طبعا ده مستحيل، وعلشان كده اخذنا سين. تمام كده ماشي. احنا استفدنا في الشرح شويه عشان نوضح، لان الكلمات دي الثلاثه دي قد تكون متداخله. بناكد على اجابتنا في جمله رقم 2 هي سين للتاكيد على انها هي الاجابه الوحيده الصحيحه. طب نروح جمله رقم 3. هي وبعد كده جاء فراغ تو بي ا دكتور، هو كذا انه يكون طبيب. But he preferred to be a squash player. لكنه فضل انه يبقى لاعب كرة، لاعب رياضة الاسكواش. يا ترى seemed ولا supposed ولا is meant ولا was meant؟ الجملة هنا هو ماضي ولا حاضر؟ الجملة هنا هو ماضي. تمام. طيب ماضي، ماضي مبني للمجهول ولا ماضي active؟ ماضي مبني للمجهول خلاص كده. seemed لا، لانها ما بتجيش في المجهول مش هتنفع، وسبوزد مش هتنفع لان ما جايش معاها فيرب تو بي، وازمنت مش هتنفع لانها جايه في شكل المضارع. عايز مين انا كده اللي فاضل؟ وازمنت. خلاص خلاص كده الموضوع انتهى. يبقى وازمنت هي الاجابه الوحيده للاسباب اللي احنا قلناها. مش عايزين نطول ونستفيد اكتر من كده عشان انت ما تزهقش من كتر تكرار الكلام. الجمله رقم 4. I shouldn't eat too much. ها، لا يجب ان انا اكل كتير خلاص كده ماشي. ها I eat to be on a diet. وانا بيتكلم هنا عن الشيء اللي هو مفترض يكون عليه، هو بيتكلم عن نفسه بيقول انا مفترض ان انا اكون كذا، يبقى ناخد مين؟ ها اي ام سبوز خلاص. انا من المفترض ان انا اكون بعمل ريجيم، ودي الاجابه بتاعتنا لانها في صيغه الاثبات. اي ام نوت سبوز دي خطا لانها في صيغه النفي، وسين بناكد عليها مش هتنفع علشان فكره انها ما بيجيش معاها فيرب تو بي خلاص كده. ووز انت خطا تماما، انا بتكلم في فكره الماضي واحنا مش بنتكلم في فكره الماضي خلاص كده. تمام. تعال نروح للجمله رقم 5. Their food comes from the best restaurants in town. الطعام اللي هم بيتناولوا بيجي من افضل مطاعم المدينه. ماشي. They able to have plenty of money. يبقى الناس دي ايه بقى؟
يبقى الناس دي يبدو كده ان عندها فلوس كتير، والا لو ما عندهاش فلوس كتير ما كانتش هتشتري اكلها من أبقى من افضل المطاعم. يبقى الاجابه بتاعتنا هي سيم وغيرها لا. تمام، سيم وغيرها لا. طب ليه يا مستر خدت سيم وما خدتش غيرها؟ لان سيم هي اللي ينفع تيجي من غير فيرب تو بي. مين ما تنفعش وسبوز ما تنفعش، وار سبوزنج جايه في زمن احنا مش محتاجينه خالص. خلاص كده، فعشان كده خدنا الاجابه سين في جمله رقم 5 ومفيش غيرها ينفع. تعال نروح لجمله رقم 6 بتقول ايه؟ ذا ويدنج حفل زفاف ماله تو بي ا سيكريت، ان هو يكون سر. سو هاو ديد يو فايند اوت اباوت ات، انت عرفت بيه ازاي؟ عرفت منين يا عم؟ ها ديد ليلى تيل يو، هي ليلى قالت لك؟ طيب ذا ويدنج، ها ناخد ايه بقى اجابه؟ منت ولا السين ولا هو السبوز ولا هو السبوزنج؟ ها خد بالك، منت ها تنفع مش هينفع عشان ما جاش معاها فيرب تو بي. طيب السين دي مش هتنفع ليه؟ لان الجمله لان السين دي مضارع، لكن الجمله اللي قدامي ماضي، هو مش بيقول لك ديد اهو، يبقى مين اللي هتنفع؟ هو السبوز. هو السبوز دي الاجابه بتاعتنا وهي الاجابه الوحيده، هو السبوزنج خطا بالمره. نروح للجمله رقم 7 عشان نكمل اللانجوج اكسرسايز اللي جايبها كتاب جيم عندك لعام 2021 على الوحده الخمسة الدرس الأول والثاني. وصلنا لجملة رقم 7، علي always reaches his office before the appointed time. علي دايما بيروح العمل بتاعه والمكتب بتاعه قبل الميعاد المحدد. ده راجل ايه؟ ده راجل منضبط. تمام، هي كذا to be enjoying his job، هو كذا انه بيستمتع بيه هذه الوظيفة او عمله. يبقى الراجل ده إذا is meant ولا seems ولا supposed ولا is seen؟ الاجابة هي seems. He seems to be supposing his job، بمعنى يبدو او هذا ما نعتقد طبعا ان هو ايه، يبدو ان هو بيستمتع بهذه الوظيفه. طبعا احنا ما عندناش تاكيد هو بيستمتع ولا لا، بس واضح من ان هو راجل بيحافظ على ميعاد العمل. ده مش بس كده، ده بيروح قبل الميعاد كمان، يبقى كده يبدو ان هو بيستمتع بهذه الوظيفه. seems هي اجابه الجمله رقم 7. في الجمله رقم 8 اتو بعد كده جاب فراغ to be an apology. apology معناها اعتذار. but it only made her angry، لكن للاسف ده خلاها تغضب اكتر. يبقى is seemed ولا is meant ولا supposed ولا was meant. was meant معناها كان من المقصود منه، احنا كنا متوقعين انه يكون اعتذار، لكنه للاسف بدل ما يبقى اعتذار ده خلاها زعلت اكتر. نروح لجون رقم 9. هدى مالها بقى to phone me last night. هدى انها تتصل بيا الليله الماضيه. but she didn't، ودي واحده من استخدامات supposed to في الماضي اللي هي was supposed او were supposed، لان احد استخدامات was supposed او were supposed بنقول ان هذا الشيء كان من المفترض حدوثه في الماضي ولكنه لم يحدث. خلاص كده، يبقى was supposed to او were supposed to تشير الى ما كان من المفترض ان شخص يؤديه في الماضي ولكنه لم يؤديه. خلاص كده، بقت بيقول لك ان الليله الماضيه كان المفروض تصل بيا لكنها ما فعلتش. يبقى انت كده عايز مين من كل اختيار ده؟ هو جايب لك كلهم supposed. ماشي، هناخد was supposed الإجابة الوحيدة، لأن احنا قلنا هي الصيغة التي تناسب ما كان من المفترض أن يحدث أو أن يقع في الماضي ولكنه لم يفعل. لو الفاعل عندي هي، لو أنا بتكلم مع هي أو شي أو إت، وطبعا وير لو كان أي ضمير من الضمائر التي تشير إلى ذي أو تساوي ذي. السبوز ده خطأ، سبوز لوحدها خطأ، السبوزنج خطأ بالمرة. نروح لجملة رقم 10. The boss is asking for a technician. رئيسنا في العمل بيدور على فني. The photocopier، الفوتوكوبير اللي هي آلة التصوير، مكنة التصوير يعني. doesn't ايه بقى مالها to be working؟ doesn't mean doesn't suppose ولا doesn't seem ولا doesn't mean doesn't seem، لا يبدو انها شغاله، شكلها فيها عطل. بنتوقع، seem هنا بمعنى ايه؟ بمعنى expect، بنتوقع ان هي فيها عطل، احنا مش متاكدين. خلاص، يبقى seem هي الاجابه الوحيده. طيب نروح لجمله رقم 11. اذا فوت بقى كده فراغ to feed the poor، الطعام كذا انه يطعم الفقراء. but everyone، هذا شيء لكن كله خد منه. يبقى انا كده بتكلم عن شيء كان المقصود منه كذا لكنه للاسف لم ايه لم ياتي ما كان مقصودا منه، ما كان مقصودا منه. يبقى was meant، ودي الاجابه بتاعتنا. خلاص، was seen ده خطا لان احنا قلنا seen ما بيجيش معها verb to be. was supposing الاستمراريه بعيد عننا تماما، والسبوز لا لان دي مضارع واحنا بنتكلم في فكره ايه؟ في فكره الماضي. نروح للجمله، طبعا بناكد ان اجابتنا كانت was meant في جمله رقم 11. الجمله رقم 11 بيقول لك ايه؟ What are you doing at work؟ انت يا عم بتعمل ايه في الشغل؟ في العمل بتاعك؟ You كذا to be on holiday، انت كذا ان انت ايه؟ تبقى في اجازه. يبقى بيبقى you seem، انت تبدو، لا مين، لا are مين خطا لان مين طبعا ما عنديش حاجه، فيش استمراريه في مين وسبوز والحاجات ده. هي اجابتنا هي are supposed، انت من المفترض يعني احنا كنا متوقع يعني
ده وقع ان انت تكون في اجازه، ودي الصياغه الوحيده الصحيحه للجمله رقم 12 are supposed. في الجمله رقم 13 they stay at home all the time، هم بيبقوا موجودين في البيت، بيبقوا او يظلوا في البيت يعني طوال الوقت. they never able to go anywhere، زي هم طبعا never تفيد النفي الباب ان هم يروحوا مكان اي مكان. supposed مش هتنفع عشان ما فيش معاها verb to be. ها طيب ناخد مين؟ ناخد seem. they never seem، احنا مش متاكدين ده، هم لا يبدو ان هم بيروحوا اي مكان. are supposed خطا لانها بعيد عننا خالص، فكره ان هو مفترض او غير مفترض لا. are meant لا برضه، لان هي واخده فكره supposed برضه مش هتنفع معانا تماما. احنا بنقول ايه؟ they seem they never seem to go، لا يبدو ان هم بيروحوا اي مكان خالص. نروح الجمله رقم 14 our guests جاء فراغ to come at 7:30، الضيوف بتوعنا الساعه هم كذا يعني هيجوا يعني الساعه 7:30 but they were late. يبقى انا بتكلم ايه؟ بتكلم عن شيء كان من المقصود او كان من المقصود ان يحدث او كان من المتوقع ان يحدث الماضي ولكنه لم يحدث. يبقى meant خطا، are supposed خطا لانها مضارع، where meant هي الاجابه بتاعتنا لان هي التي تفيد الماضي، وسيم خطا بالمره. ننتقل للجمله رقم 15 عشان نكمل التدريبات اللي جايه على اللانجوج. ياسر's phone never stops ringing، تليفون ياسر ده مش بيبطل يرن يعني. هي كذا تو نو اذر بيبل، هو ان هو يعرف كثير من الناس. هي سيمز تو نو ولا ووز منت ولا ووز سبوزد ولا از سيمينج، الاجابه بتاعتنا سيمز ودي الاجابه الوحيده اللي تنفع. طب ليه مستر روس هي الاجابه الوحيده اللي تنفع؟ لانها اولا تدل على المضارع. خلاص كده انه بيتكلم في فكره المضارع. واحد. اثنين اني ووز منت، طب خلاص كده هتدل على المضارع. ووز منت ماضي، ووز سبوزد ماضي، وايز سيمينج ده حاجه في استمراريه، وسيم من الاشياء او من الافعال اللي ما ينفعش تكون في صيغه الاستمراريه. يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع هنا هو ايه؟ سيمز، ودي واخده شكل المضارع. في الجمله رقم 16 ذا بيس اوف كلاث، بيس اوف كلاث اللي هي قطعه القماش، مالها بقى؟ تو بي اشورت انها تبقى قميص، but the tailor made it a pair of trousers، لكن يبقى ده شيء كنا بنقصد او كان المقصود منه انه تعمل كذا لكنه اتعمل حاجه ثاني. خلاص؟ يبقى انا هنا هو عايز مبني للمجهول في صيغه الماضي البسيط. مبني المجهول في صيغه الماضي البسيط. مين فيهم اللي جايه قدامك صياغه مبني المجهول في صيغه الماضي البسيط؟ سين؟ لا. ووز منت؟ اه. اجابتنا هي ووز منت الجمله رقم 16. سبوزد خطا ووز سبوزد خطا تماما. روح لصفحه 274 عشان نكمل اللانجوج اكسرسايز اللي جايبها كتاب جيم عندك لعام 2021 على الوحده الخامسه الدرس الاول والثاني منها مع معلم خبير الانجليزيه مستر يوسف عز. في جمله 17 بيقول لك ايه؟ هالا بقى جاء فراغ تو فون مي لاست نايت، هالا انها تتصل بيا بالليله الماضيه، but she didn't. يبقى انا بتكلم في فكره شيء كان من المفترض انه يتم اداؤه في الماضي بس ما اتعملش. يبقى انا عايز was supposed او were supposed، طبعا حسب الشخص اللي بادئ الجمله، اللي بادئ الجمله هالا يبقى يناسبها was supposed. السبوز خطا، سيمز خطا، ازمنت خطا، والسبوز هي الاجابه الوحيده للسبب اللي احنا لسه شارحينه. تعال نروح للجمله رقم 18 ماي تيشر از بليزد ويز مي ناواديز، المعلم بتاعي مبسوط بيا اليومين دول. ماشي ها ماي انجلش، الانجليزي بتاعي ماله؟ تو بي جيتنج بيتر، بيتحسن. ماشي بيتحسن، يبقى انا عايز والسبوز في صيغه اللي كان مفترض في الماضي وما حصلش. لا السيمد قلنا فيرب تو بي، فيرب تو بي ما بيجيش مع سيم، يبقى فاضل ايه بقى؟ سيمز. سيمز خلاص كده، ودي الاجابه بتاعتنا مينز خطا تماما. نروح لجملة رقم 19 the open space، الفراغ المفتوح. ماشي كذا تو بي ا بلاي جراوند، بلاي جراوند اللي هي ملعب لكره القدم فور يوز للشباب، but it has turned into a market، لكن للاسف تم تحويله ايه؟ تم تحويله الى سوق. يبقى بتكلم عن شيء كان مقصود منه انه يكون كذا لكنه تحول او بقى شيء اخر تماما. يبقى سيمز خطا، منت خطا، سبوز خطا، ووز منت الاجابه الوحيده الصحيحه. في الجمله رقم 20 اي بيتر هاري، معناها اي هاد بيتر، من الافضل يعني من الافضل ان انا اسرع. اي كذا تو بي ميتنج احمد ان 10 مينتس، ان انا اقابل احمد خلال 10 دقائق. ترى سيم ولا ام سبوزد ولا ووز منت ولا ووز سبوز، الجمله تفيد المضارعه وتفيد شيء من ان هو عنده التزام انه يؤديه. خلاص كده؟ ان 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 بقول لك ايه اي ام اكسبكتد، يعني ان المتوقع مني او المفروض مني اني انا اعمل كذا اعمل كذا. يبقى انا عايز الصياغه الوحيده هي اي ام سبوزد تو، من المفترض
مني اني انا اعمل ده، ودي الاجابه الوحيده الصحيحه. لان احنا بنتكلم في فكره المضارعه، سين لوحدها مش هتنفع، was meant دي في الماضي خطا، و was supposed في الماضي خطا تماما. اجابتنا am supposed للجمله رقم 20. 21 the burglars اللصوص منهم بقى must have come in through the window، بيستنتج ان هم دخلوا من خلال النافذه. as the lock لان المفتاح او القفل ماله بقى to be forced كان عايز اقول لك ايه مقفول يعني او مغلق غلقا جيدا. يا ترى seems ولا is meant ولا is supposed ولا needs. seems بمعنى يبدو، لانه بيتكلم عن حاجه دلوقتي في الحاضر، هو بيستنتج ان هم دخلوا من خلال النافذه لان هو شايف ان القفل اللي قدامه يبدو عليه ان هو مغلق، يبقى seems الاجابه بتاعتنا. الجمله مش محتاجه تبقى مبنيه المجهول، is meant ولا is supposed وneeds بعيد عننا تماما. اجابتنا هي seems الجمله رقم 21. 22 بيقول لك ايه؟ محمد is much better after his illness. محمد الحمد لله اتحسن بعد المرض بتاعه. but he is still ايه؟ لكنه لا يزال ايه بقى؟ to do any heavy work، انه يؤدي عمل الاعمال اللي هي الثقيله. بتكلم في فكره اثبات ولا نفي؟ بتكلم في فكره النفي. ما انا بقول ايه؟ هو اتحسن صحيح، عايز اقول ايه؟ ولكن ماشي، ليس من المفترض، يبقى انا كده هو عايز صيغه في النفي. meant اثبات لا، not supposed to هي الاجابه بتاعتنا، واخده صيغه النفي ودي الاجابه. seem ده خطا وsupposed ده خطا لانهم كلهم في الاثبات ما عدا not supposed هي الوحيده اللي في النفي، ودي الاجابه الوحيده اللي هتنفع معانا. الجمله رقم 23 this is the second car she has bought this year، دي تاني عربيه هتشتريها السنه دي. ها ده دليل على ايه بقى؟ ده يبدو ان هي ايه كده؟ she كذا to be rich، ده يبدو انها غنيه جدا. she supposes ما تنفعش، means خطا، seems to be يبدو انها، يبدو انها غنيه جدا. طبعا ده هنا ده مش متاكد، لكن اللي بتعمله دليل على الحاله اللي هي عليه. المهم ان seems هي اجابه الجمله رقم 23 وما لهاش اجابه اخرى، suppose ده خطا تماما. وننتقل للجمله رقم 24 اللي بتقول collecting money جمع المال، ماله بقى to make us happy يجعلنا سعداء. but to some people it has become a disease، ولكن بالنسبه لبعض الناس اصبح مرض. يبقى بنتكلم عن شيء كان المقصود منه انه يحصل، المقصود منه انه يحصل كذا طبعا في شكل المضارع مش الماضي. خلاص كده يبقى means خطا تمام. is meant هي الاجابه بتاعتنا، collecting money is meant جمع المال من المقصود منه او من المفترض منه انه يكون يجعل للسعاده، ودي الاجابه بتاعتنا. لكن للاسف الناس بقى بالنسبه لها جمع المال مرض. is seeming خطا وسبوز خطا تمام. فوق من رقم 25 his music seems to، الموسيقى بتاعته تبدو، تبدو ايه بقى؟ by the rock culture of the 70s، متاثره بموسيقى الروك اللي كانت ايه موجوده في فتره السبعينات. influence ولا be influencing ولا be influenced ولا being influenced. انا عايز الصيغه دي، يبقى انا عايز to be تصف، to be تصف ثالث، يبقى to be influenced، ودي اجابه الجمله رقم 25. فالجمله رقم 25 بيقول لك ايه؟ all my friends كل اصدقائي to congratulate me when I got married، ان هم يهنئوني عندما تزوجت. but only a few of them found me، لكن القليل منهم هو اللي اتصل علي. يبقى انا بتكلم عن شيء كان من المفترض حدوثه في الماضي ولكنه لم يحدث، يبقى انت عايز ايه؟ what's supposed يا وير سبوز، مين الموجوده؟ موجوده وير سبوز هي الاجابه الوحيده الصحيحه. سين ده خطا، من ده خطا، وور سبوز خطا تمام. الجمله رقم 27 بتقول لك ايه؟ هير هازباند هازنت ريتيرند باك هوم فور ا ويك، زوجها لم يعود الى المنزل لمده اسبوع. هي كذا تو هاف ليفت ذيم اون ذير اون اجين، عايز اقول لك ده هو يبدو انه ايه رجع يسيبهم تاني لوحدهم. السبوز خطا، meant خطا، was supposed خطا. بنتكلم في فكره seems، هي seems to have، يبدو، يبدو ان احنا مش متاكدين، يبقى بنتكلم عن شيء غير متاكدين منه، يبقى انا عايز seems، ودي الاجابه في الجمله رقم 27. الجمله رقم 28 بتقول لك ايه؟ if your car breaks down، لو العربيه بتاعتك تعطلت on the road على الطريق، call it aside اسحبها الى الجانب، يعني حطها على جنب من الطريق. it كذا to block the road، ان هي تعوق الطريق، كذا ان هي تعوق الطريق، ماشي. يبقى انا بتكلم عن شيء ليس من المفترض انه يحصل، ماشي. اقول لك المفروض ما تعملش كده، ليس من المفروض انها تعمل كذا، يبقى السبوز في صيغه الاثبات مش هتنفع. از نوت سبوز في صيغه النفي الاجابه الوحيده بتاعتنا. از منت خطا، لان مع معنى الجمله هتبقى متناقضه. لو قلت ات از منت تو بلوك ذا رود، معناها انه المقصود من ده ان انت تعوق بيها الطريق، لا ده انا بقول حطها على جانب الطريق علشان ما تعملوش اعاقه، يبقى اخد از منت لا ما تنفعش، وسيمز خطا تماما، لان الاجابه بتاعتنا كانت محتاجه ان يكون هذا الشيء من غير المفترض انه يؤدي
إلى كذا. It is عندي إيه جاية is not supposed الإجابة بتاعتنا في الجملة 25 زي في التاور برج إيفل قالوا to attract people to one of the exhibitions إن هو بيجذب الناس لواحدة من هذه المعارضات الكبيرة but it has become one of the monuments. طبعا كان في معارض زمان كان في معرض معمول في فرنسا في فترة معينة كان المفروض إن هو برج إيفل ده إن هو يشد الناس إن هي تيجي تحضر المعرض لا ده بدل ما يبقى كده ده أصبح هو واحد من المونيمنتس أصبح هو واحد من آثار فرنسا. الإجابة بتاعتنا المهم في الجملة رقم 29 هي was meant. طب ليه ما خدتش was meaning ما عنديش استمرارية ليه seems أنا بتكلم عن جملة في الماضي خلاص خلاص كده و was meant الإجابة الوحيدة اللي جاية في شكل الماضي الصحيحة ودي الإجابة بتاعتنا السبوز خطأ تماما لأن بتكلم في فكرة المضارع. فرح جملة رقم 30 We are supposed to wear a uniform at work. نحن من المفترض ان احنا نرتدي زي في العمل بتاعنا. ايه معنى الجملة دي؟ ايه معنى ان احنا مفترض كذا؟ This means that ايه بقى؟ It is necessary to do so. من الضروري ان نفعل هذا. It is not allowed to do so. من غير المسموح بان نفعل هذا. It is impossible to do so. من غير الممكن او المحتمل ان احنا نعمل ده. ولا it is kind of us to do so. انه عطف منا ان نفعل هذا. لا. الإجابة هي it is necessary to do so لأن is supposed to أو are supposed to تفيد إلى شيء ضروري إن أنت تؤديه أو تعمله في حسب الجملة اللي قدامك ودي الإجابة بتاعتنا وكده تخلص تدريبات اللانجوج اكسرسايز اللي جايبها كتاب جامعة عندك العام 2021 على الوحدة الخامسة الدرس الأول والثاني. كان معكم معلم خبير اللغة مستر يوسف عزت من مدرسة الشمال الثانوية بقى محافظة السواك. انتظروا إن شاء الله في مزيد من فيديوهات الشرح والحل على المنهج بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.